على حضراتكم مره تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل لدفء على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء، في نشاط رياح احيانا مثير رمال والاتربه على اقصى غرب البلاد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك استاذه لينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده، خصوصا ان احنا من امبارح والجو كان دافئ جدا. بالفعل يمكن احنا بدانا نرتفع قيم درجات الحراره خلال فتره النهار بشكل كبير، يمكن من امس واليوم، ومتوقع كمان على مدار هذا الاسبوع، لان اغلب الايام هنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من مناطق صحراويه، فده هيخلي ارتفاع قيم درجات الحراره خلال فتره النهار تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، خاصه كمان ان الطبقات الجو العليا في امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل الكبير، فده بيساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة، والأجواء ما بين الدافية إلى المائلة للدفء في معظم المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، الوسط البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مائلة للحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده هيكون فترة النهار وخاصة مع وجود أشعة الشمس. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون العكس تماما، بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون محسوس أكثر في فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر تظل الأجواء شديدة البرودة في معظم الأنحاء، خاصة في ساعات الليل المتأخر، وخاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي هي ظهير صحراء بشكل كبير، هنلاقي فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل في بعض المحافظات 10 درجات. محافظات أخرى 15 درجة مئوية، فلازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة. كمان اليوم متوقع يمكن إلى الآن في شبورة مائية، في شبورة مائية الأول موجودة على الطرق، والشبورة المائية دي شبورة مائية كثيفة وصلت في بعض المناطق لحد الضباب، وهي طبعا موجودة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. بعد الفطور والشبورة المائية هتبدأ تتلاشى تماما، الرؤية الأفقية هتبدأ تتحسن على أغلب الطرق، بالاضافه طبعا نشاط رياح اليوم متوقع يكون في نشاط للرياح لكن في مناطق محدوده، يعني نشاط الرياح هيكون موجود في جنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، هيكون مثير للرمال والاتربه فقط في اقصى غرب البلاد، يعني عند لكن مش هتمتد للقاهره. لا مش هتمتد للقاهره الحمد لله، الاتربه والرمال المثيره موجوده فقط في السلوم المطروح، باقي مناطق الجمهوريه الاحوال الجويه عليها مستقره بشكل كبير، ويمكن الاستقرار ده هيكون على مدار هذا الاسبوع، وهنلاقي كمان في بعض الايام ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره. بكره الاثنين ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى هتوصل 24 الى 25 درجه مئويه، نهايه الاسبوع توصل ل 26 درجه مئويه، فالاسبوع ده دافي بشكل كبير في ارتفاع قيم درجات الحراره. اغلب الظواهر الجويه الموجوده معانا ان شاء الله مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن النصيحة المهمة عدم تخفيف الملابس، عدم الانخلاع بأشعة الشمس، لأن فترات الليل فيها برودة وبرودة جديدة كمان، خاصة في بعض الأيام اللي هيكون فيها نشاط في الرياح، وجود دايما نشاط فيها هيحسسني بالبرودة. طيب هي درجات الحرارة اللي هي اللي مرتفعة ما بين درجتين لثلاث درجات هتفضل مستمرة معانا لنهاية الأسبوع، ولا هتبدأ تختفي أو نبدأ تاني جو ينخفض درجات الحرارة فيه؟ يعني هي في بعض الايام، يعني احنا بنقول مكملين لحد بدايه الاسبوع اللي جاي في ارتفاع قيم درجات الحراره الاعلى من المعدلات، بل بالعكس ممكن كمان مع نهايه الاسبوع، يعني احنا بعيد عن الدرجه لدرجتين ممكن توصل لثلاث واربع درجات، لان اخر الاسبوع ان شاء الله العظمى على القاهره الكبرى هتكون 26 درجه مئويه فتره النهار، لكن حتى انتهاء فصل الشتاء اللي هو ينتهي 20 مارس وارد جدا يحصل انخفاضات مره اخرى في قيم درجه الحراره بالظبط، فانخفض تكون انخفاضات ملحوظه، فصل الشتاء لم ينتهي، عشان كده احنا دايما بناكد وننصح عدم تغيير الملابس وعدم تخفيف الملابس خلال الفتره دي، لان الفتره دي بتبقى فتره انتقاليه بيحصل فيها تذبذب كبير في قيم درجات الحراره، والفتره دي كمان دايما بنسميها فتره العياء، انتشار الامراض بسبب فرق درجات الحراره بين النهار والليل، والناس بتبدا تغير الملابس، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير، وطبعا القياده تكون بهدوء تام مع وجود الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، لان هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال الايام اللي جايه كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا.
بنتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها معاكم من القاهره العظمى 23 الصغرى 14، العاصمه الاداريه 23 13، اسكندريه 21 13، العلمين الجديده 21 12، مطروح 22 11، دمياط 20 14، بورسعيد 20 15، الاسماعيليه 23 12، السويس 23 12، العريش 20 9، كاترين 15 3، طابة 22 13، حلايب 25 16، شلاتين 27 17، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 25 15، الفيوم 24 9، بني سويف 24 9، الوادي الجديد 27 10، أسيوط 25 10، سوهاج 26 11، قنا 27 13، الأقصر 27 14، وأخيرا أسوان 28 16. في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات، لكن ما ننخدعش علشان في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر الجو بيكون بارد على أغلب الأنحاء، فبلاش نخفف الملابس عشان ما نتعرضش لنزلات البرد. هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معك فقرات صباح الخير مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.